هنبدأ مع حضراتكم بالأحداث المهمة اللي حصلت امبارح، ومنها الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الموقف الخاص بمشروعات التعاون مع شركة سكاتك النرويجية، وكمان متابعة الملفات والمشروعات الخاصة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والتيسيرات والحوافز اللي بتقدمها الدولة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع. كمان هيكون معنا النهاردة نفي الحكومة للشائعات اللي ترددت بخصوص إجبار أئمة الأوقاف على جمع صكوك الأضاحي، أيضا إعلان وزارة الداخلية عن منح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة سنة داخل فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية. أخبار كتيرة تصدرت الاهتمامات امبارح، أبرزها الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة الموقف الخاص بمشروعات التعاون مع شركة سكاتك النرويجية. وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على الاستمرار في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة باعتباره واحد من قطاعات الاستثمار الواعدة في مصر. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تابع الملفات الخاصة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وقال رئيس الوزراء إنه فيه اهتمام كبير بقطاع الطاقة، وإن الدولة بتتيح تيسيرات وحوافز لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الواعد وتعظيماً لما تمتلكه من مقاومات وإمكانيات. امبارح الحكومة نفت الشائعات اللي ترددت بخصوص صدور قرار من وزارة الأوقاف بإجبار الأئمة على جمع صكوك الأضاحي. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال إن دي كلها شائعات، وإن المشاركة في جمع صكوك الأضاحي هو أمر اختياري بيتم تطوعاً من قبل بعض الأئمة دون أي إجبار أو فرض أي جزاءات عليهم. امبارح أعلنت وزارة الداخلية عن منح المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار إقامة لمدة عام لغير السياحة قابلة للتجديد لمدة 6 شهور أو عام إضافية خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية. طبعا بالنسبة للأخبار اللي حصلت في محافظات مصر امبارح، فتم إطلاق أنشطة المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة في كفر الزيات في الغربية، وأيضا تنفيذ مشروع السوق الحضري بجرجة في محافظة سوهاج. كمان في المنوفية تم الانتهاء من حملة تحصين الماشية بعد تحصين 376 ألف راس، ومحافظة بورسعيد دعمت بناء استاد النادي المصري بمبلغ 260 مليون جنيه. وأخبار تانية كتير من المحافظات أكتر هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. أحداث كتيرة امبارح حصلت في المحافظات، منها إعلان محافظة أسوان عن توريد 73% من إجمالي المستهدف توريده من القمح بواقع حوالي 191 ألف طن بالصوامع والشون والبناكر والهناجر، سواء التابعة لشركة مطاحن مصر العليا أو الشركة القابضة للصوامع بمختلف مدن ومراكز المحافظة. في البحيرة تم البدء في أعمال إحلال وتجديد 3 كباري بنطاق 3 مراكز بالبحيرة بتكلفة إجمالية تقدر ب 8,395,000 جنيه، وده في إطار الجهود المبذولة للعمل على تلبية احتياجات المواطنين واستكمال الأعمال الجاري تنفيذها نظراً لأهميتها البالغة في عملية التنمية الاقتصادية. في الغربية شهدت المحافظة انطلاق المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وده من خلال عدد من أنشطة التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي المنفذة داخل القرية، إلى جانب مشروعات المبادرة اللي هيتم تنفيذها بقرى مركز كفر الزيات. في الدقهلية قام فريق عمل المبادرة الرئاسية التشخيص عن بعد بمناظرة 1407 حالة خلال إبريل الماضي، من بينهم 144 حالة جلدية و136 بتخصص البطنة و113 حالة بالقلب والأوعية الدموية. في بورسعيد أعلنت المحافظة عن دعم إنشاء استاد النادي المصري بمبلغ 260 مليون جنيه كمشاركة في بناء الاستاد الجديد، وتم دفع أول قسط بقيمة 50 مليون جنيه للشركة المسؤولة عن الإنشاءات، وده لأهمية النادي المصري لأبناء بورسعيد. في الأقصر أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي عن إطلاق حملة جديدة للتوعية بالأمور الشرعية المتعلقة بصك الأضحية تحت عنوان شراء صك الأضحية بالتقسيط. الحملة بتستهدف التيسير على المضحين من أجل توزيع كمية أكبر من اللحوم ولإدخال الفرحة على الأسر الأكثر احتياجاً في محافظة الأقصر خلال عيد الأضحى المبارك. في سوهاج بيتم تنفيذ أعمال إنشاء السوق الحضري الجديد بمدينة جرجة بمنطقة المزلقان الأوسط على مساحة 2000 متر مسطح،
بتكلفة 40 مليون جنيه ضمن خطة صندوق التنمية الحضرية. في بني سويف أعلنت مديرية القوى العاملة والهجرة عن توافر فرص عمل بإحدى شركات تصنيع المواد الغذائية بمنطقة بياض العرب الصناعية، وبتتضمن وظائف مراقبي كاميرات وأفراد أمن وعمال مخزن. في البحر الأحمر انطلقت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة للكشف الطبي على أهالي مدينة مرسى علم بمركز صحة الأسرة، وهتستمر القوافل لمدة يومين. في المنوفية تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع اللي انطلقت أعمالها في مارس الماضي بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وبلغ إجمالي ما تم تحصينه خلال الحملة 376,161 رأس من الماشية والأغنام.